مشاهدينا بونجور، انا حلا بطلع عليكم كل جمعه من ام تي في لايف تنحكي عن اليوغا وبعطيكم تيبس اكسرسايزز وبساعدكم لتعيشوا حياه صحيه اكثر من خلال اليوغا. اليوم رح نحكي عن حبيت القي الضوء عن موضوع كثير مهم واللي هو اهميه اليوغا كتمرين علاجي. مزبوط اليوغا بتقوينا، بتقوي العضلات، بتقوي العقل، انما كمان بتعالج كثير اشياء، مشاكل ممكن يكون الانسان عنده اياها. اليوم معنا ضيفة جوليا، رح نحكي عن مشكلة صابتها لجوليا انجري. بس حابة قبل أقول ليش اليوغا هي كتير مهمة لتعالج الإصابات، whether عندكم إصابات بالظهر أو بالركب أو بالرقبة. اليوغا بتشتغل على شغلتين، أول شيء بتزيد الليونة بالجسم، ثاني شيء بتقوي العضلات. لما بتزيد الليونة بالجسم بخف الامباكت على الجوينت، يعني المفاصل ببطل عليها ضغط قوي، وبالتالي هالشي بيؤدي انه الجسم يصير مرتاح اكثر. فاذا عندنا مثلا ديسك او عندنا مثلا بروبلم بالركب ورحنا عملنا اكزرسيس ثاني، مزبوط انه الاكزرسيسات سبورت الباقيين بقوي العضلات وبالتالي هذا الشيء ضروري لما يكون عندنا اصابات، انما الامباكت تبعهم كثير قوي على الجوينتس، وبالتالي الجوينتس اذا اوريدي تعبانين يمكن ما يتحملوا وبنصير بنزيد المشكله بدل ما نحلها. فاليوغا اليوم يعتبر من احد التمارين المثاليه لكل انواع الاصابات. بنشوف اليوم اصلا باليوغا كلاسز اللي عم بعلمهم انا باستوديو انه كثير من الحكمه اليوم عم تطلب من البيشنتس تبعها يروح يستعملوا اليوغا كعلاج. اليوم رح نحكي عن الهيبس الاوراق. نحن when we are young، لما بنكون جان ما بناخذ هالاشياء، يعني ما بنعطيها كثير اهميه، انما بنسمع لما يكبر الانسان مثلا كسر وركه او وركه عم بيوجعه، كما انه التايتنس لما يكون ما في كثير ليونه حوالي الورك بتعمل كمان وجع ظهر، فكثير مهم نهتم باوراقنا. اليوم مستضيفين معنا جوليا. هاي جوليا. هاي. جوليا از ماي يوغا ستودنت. جوليا صار معها انجري من كم سنه، كسرت الفيمر بالسكي، مزبوط جوليا؟ مزبوط. شو صار معك هيك بريفلي؟ بريفلي كان عمري 8 سنين كسرت الفيمر وعملت كذا عمليات، وبعدين على 12 سنه قالوا لي لازم غير كل الورك لانه الكارتيلاج بلش يدوب وما كان عم بقدر امشي، كان عندي فرق 7 سنتيمات بين اجري، كان عندي وجع ظهر، عندي فيرب سكوليوز، ارتروز، كل شيء. جربتي غير اكزرسيسات قبل اليوغا؟ قبل اليوغا جربت سبور، ف كثير كان الامباكت قوي، فما كان حكيم منعني اعمل الفتنس الكلاسز مع الامباكت الهاي انتنسيتي لانه وجعوني وراكي كثير. يعني زادت المشكله، زادت كثير المشكله. اوكي، وشو حسيتي انه اليوغا شو تغير وقت بلشتي تعملي يوغا؟ اول شيء كان عمري 18 سنه غيرت كل وركه، والحكيم قال لي ما راح اربح كل الروتيشنز موبيليتي، وقلت له اوكي. بلشت اعمل كثير حركات، يعني قال لك ما في حتقدري تتحركي بشكل طبيعي. طبيعي لا، بلشت يوغا، بلشت اشوف انه عم بقدر افتح اجري الهيبس مور اند مور، في عامل سبليتس بيتر، شفت كل شيء. اي جيند اول ذا موبيليتي والروتيشن كل هول، يعني الاشياء فكرت ما راح اقدر اعملهم. رح نشوف فيديو كيف كانت جوليا تمشي وبنرجع بنشوف شو فيها جوليا تعمل هلا. هيدي جوليا اند ذس از ترو ستوري. جوليا كانت تعرج وقت بلشت يوغا معي. جوليا كان الهيب عندها شي هزمات الهيب يعمل كل انواع الاصوات وتنوجع. جوليا اليوم بتمشي كومبليتلي طبيعي، مرتاحه وبتقدر تعمل يوغا فولي. جوليا شو بتنصحيهم؟ شو بتنصحي اللي عنده اصابه انه يبلش يوغا، بس شو كمان انه يكون بيشنت مثلا يعطي حاله وقت يتقبل انه عنده فوكار بجسمه؟ ها اهم شيء. يعني هلا شايفين جوليا كيف شيز كيبل اوف، قادره تستعمل جسمها بكل قوتها. صح. لانه عم نحكي عن الهيب رح اليوم نعمل اكزرسيسات كثير سمبل، تمارين انا وجوليا سوا.
لنعطي شوية ليونة بمنطقة الهيبس. إذا عندكم أوجاع بالهيبس أو أوجاع بالظهر هدول الإكزرسيسات كتير مناح لكم. أول إكزرسيس نحط الإجرين سوا. So, نمسك منجيب إيدينا منحطهم بقلب الإجرين. أول شيء منسكر العيون بهيدا الإكزرسيس. هيدا الإكزرسيس نذكر إنه ثيرابي. So, فينا نقعد فيه قد ما بدنا. منبلش منعلي الركب ومنوطيهم. نتنفس. منبلش نزيد حركة الركب up and down. إذا كتير الهيبس تايت يعني إذا الركب هالقد عالين فينا دايما نحط كوشن تحتنا. هلأ مننوقف على محل معين منعلي الشست ومننزل شوي لتحت. We hold this posture, we breathe. نضلنا عم نتنفس هون. أجان هيدا الإكزرسيس فينا نبقى فيه لحوالي الخمس دقايق ومناخد وقتنا فيه منرتاح. فينا نحط إيدينا على الأرض، فينا نحط إيدينا، فينا نحطهم على مخدة. And we hold it as much as we want. ثاني إكزرسيس منفتح الإجرين. We open the feet out to the side. نمسك أو أصابع الإجرين أو حيلا محل بالإجرين أو فينا نحط إيدينا على الأرض ونصير نمشي بالإيدين. كمان هيدا الإكزرسيس بدنا نبقى فيه حوالي فينا نبقى فيه حوالي 3-5 دقايق. فينا نعمله بطريقة restorative كتير مريحة وفينا to take it deeper يعني حسب ليونتنا. هاي شايفين كيف جوليا اللي قال للحكيم ما حتقدري ترجعي تاخدي كل الليونة بجسمك ولا حتقدري تتصرفي بشكل طبيعي بجسمك. اليوم قادرة جوليا تعمل حياة لإكزرسيس. بعد ما نعمل هيدا الإكزرسيس لحوالي 3 دقايق تاني إكزرسيس بنعمله منجيب الركب سوا اسمه جو مكاسنا. منجرب نقرب الركب قد ما فينا سوا. فينا نقعد على مخدة نلقط الانكلز نلقط الكواحل ناخد نفس انهيل and exhale ننزع على الأرض. فينا اجانا نحط ايدينا هون ونتنفس. اهم شي نتنفس بكل هالإكزرسيسات. نعلي منبدل نعمل تاني ميلة. كمان هذا الاكزرسيس فينا نبقى فيه من حوالي دقيقة لثلاث دقايق. الاكزرسيس اللي بعده منبعت اجري الشمال لورا منقرب اجري اليمين على حد الورك منجلس التشست منجلس حالنا على السنتر ناخذ نفس. هيدي اسمها بيجن بوز. وي انهيل. فينا نضلنا عاليين اذا بيسمح لنا الليونه تبعنا منوطي على الارض او ناخذ ايدينا لقدام ما بهم. فينا نبقى بهالبوستور كمان لحوالي الخمس دقايق. نعمل كمان تاني ميلة نبقى فيها 3-5 دقايق. and that's it. So هول الأربع إكزرسيسات كتير مهمين بفيدوكم كتير. و شو ما كانت عندكم إصابتكم تذكروا يوغا هي تعطي في حل للإصابات. مهم تروحوا على اليوغا الصح وتكونوا patient مع حالكم. Thank you كتير جوليا. و keep practicing. Namaste.